لكم في قناة شيوات أم أمين. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقدم لكم طريقة تحضير حلوى الأوبرا، حلوى فرنسية اللي مشهورة بزاف، واللي كتكون من ثلاثة ديال الأساسيات اللي هما بسكويت الجوكونت، كريمة الزبدة، وكانا الشوكولاتة السوداء. باش ما تجيكمش الفيديو طويلة بزاف، فأنا قررت باش نقسمها لجوج ديال الأجزاء. هذا غادي يكون الجزء الأول، واللي غادي نقدم لكم فيه طريقة تحضير كريمة الزبدة، واحد الكريمة اللي عجيبة كتجي خفيفة بزاف، وكذلك كانا الشوكولاتة الكريمي اللي لاباز ديالو هي الكريمة الإنجليزية. وفي الجزء الثاني إن شاء الله غادي نشوفو المونتاج ديال الأوبرا، طريقة تحضير الكلاصاج اللي كنديرو فوق منها، وكذلك طريقة ديال التقطيع ديالها. الوغ بلا ما نطول عليكم، نمشيو نشوفو المقادير ديال كل حاجة وطريقة التحضير. أول حاجة غادي نصاوبوها هي السيرو اللي غادي نسقيو به البسكوي. كنحتاجو ليه 100 غرام ديال السكر سنيدة اللي كنديروها في واحد الكاسرونة، 200 مليليتر أولا 200 غرام ديال الماء، و 3 ديال المعالق كبار ديال القهوة سريعة الذوبان اللي يمكن لكم تعوضوها بمعلقة ديال النكهة ديال القهوة. طريقة التحضير ديالو عادية بحال أي سيرو، كناخدو الماء كنخويوه على السكر، ومن بعد غادي نضيف ليه القهوة اللي عندي. أنا كما قلت لكم درت 3 ديال المعالق كبار، ولكن كتبقى على حساب الذوق، يعني اللي ما كيبغيش القهوة بزاف فينقص يدير غير جوج، أولا كنديرو معلقة كبيرة ديال النكهة ديال القهوة. وغادي ندير كلشي على العافية، وغادي نخليه حتى كيغلى مزيان، ومن بعد غنحيدوه غنخليوه على جنب، وكنحضروه هو الاول لانه خاصو يبرد لينا مزيان. ودابا غادي نحضروا كريمه الزبده العجيبه اللي كنحتاجوا لها 450 مليلتر ديال الحليب، 350 غرام ديال السكر كلاصي، 400 غرام ديال الزبده اللي تكون في حراره المطبخ، 30 غرام ديال المايزينا، و 40 غرام ديال الدقيق الابيض. غنحتاجوا كذلك للنكهه ديال القهوه اللي يمكن لكم تعوضوها بالقهوه سريعه الذوبان. اول حاجه فغادي نحضروا الكريمه. غادي ناخذ واحد الاناء غادي نديروا فيه سكر كلاصي، غادي نضيفوا عليه الدقيق الابيض وكذلك النشا، غادي نضيفوا كذلك واحد القبصه ديال الملح اللي نسيت ما قلتها لكم في المقادير، ومن بعد غادي نبقى نضيف الحليب شويه بشويه، وفي نفس الوقت كنحرك بالطراب اليدوي حتى كيتجانسوا العناصر كلهم مع بعضياتهم. من بعد كناخذ واحد الصفايه كنصفيو فيها الخليط في واحد الكاسرونه، هكذا كنتاكدوا بلي ما غاديش يبقاو لينا الحبيبات ديال الدقيق والنشا، وكنديروا الكاسرونه على عافيه مهيله وكنبقاو نحركو حتى كيعقد لينا الخليط، يعني طريقه تقريبا بحال ملي كنصاوبوا كريمه الحلواني اولا ملي كنصاوبوا لاصوص بيشاميل. ما خصناش نهائيا توقفوا على التحريك، هانتوما كما كتشوفوا هنا الخليط بدا كيعقد. صافي، من بعد ما كتولي الكثافه ديالو بحال ما هكا بحال لا كريم باتيسيير، صافي غادي نحيدوه من على العافيه، وهنا غادي نعاود نصفي الكريمه ديالي ما حدها باقا سخونه بزاف. هكذا كنكونوا متاكدين باللي الكريمه غتكون ملسه وما فيهاش نهائيا الكرومو. بالنسبه لهاد الكريمه هذه ديال الزبده فكنصحكم انكم تجربوها، لان فريمون كتجي غزاله بزاف، كتجي خفيفه، ويمكن لينا نستعملوها في جميع الوصفات اللي فيهم كريمه ديال الزبده. غادي نسرحها مزيان في الاناء اللي درتها فيه، هكذا غادي تبرد ليا بسرعه، وغادي نغطيها من بعد بالبلاستيك الغذائي اللي غادي نلصقو معاها باش ملي تبرد ما تكونش ليا هذيك القشره من الفوق، وغادي نخليوها على جنب حتى كتبرد تماما. هنا من بعد ما بردات الكريمه ديالي كما قلت لكم خصها تبرد مزيان، لان الا بقات فيها شويه ديال السخونيه فغادي تذوب لينا الزبده. غناخذ دابا الزبده اللي مقطعه مربعات واللي خصها تكون في حراره المطبخ، وغادي نطربها مزيان حتى كيتفتح اللون ديالها شويه وكتولي كريميه.
هانتوما كتولي على هذا الشكل. وهنا غادي نعاود نطرب الزبده، ولكن هذه المره غادي نبدا نزيد الكريمه ديالي معلقه بمعلقه، يعني كندير واحد المعلقه وكنطرب مزيان حتى كتدخل في الزبده، وكنعاود نزيد معلقه واحده اخرى وكنستمر بحال ما هكا حتى كنكمل الكريمه ديالي كلها. من بعد ما دخلت الكريمه ديال الحليب كلها في الزبده، دابا هنا غادي نضيف النكهه ديال القهوه. فانا درت قياس معلقه كبيره، ولكن كما قلت لكم على حسب الذوق، يعني من بعد كتذوقوا كتشوفوا واش كافيه لكم او لا خاص تزيدوا. وكنزيدوا نطربوا واحد جوج ديال الدقائق. ونسيت ما قلت لكم كذلك، اللي ما بغاش يستعمل النكهه وبغى يستعمل القهوه سريعه الذوبان فخاصو يديرها من الاول مع الحليب يلاه كذوب لينا فيه. صافي، هنا غادي تكون الكريمه ديال الزبده ديالتنا موجوده. كما شفتوا القوام ديالها كيفاش داير، وغير من الشوفه ديالها كتبان باللي مهويه وخفيفه. غادي نخليوها على جنب وغادي نمشيو نحضروا لاغاناش. بما ان بقى ليا صفر ديال البيض فاش حضرت لا جوكوند، ففكرت باش ندير غاناش كريموس بالكريمه الانجليزيه. الوغ كنحتاجو لها 200 مللتر ديال الحليب، و40 غرام ديال السكر سنيده، 40 غرام ديال صفار البيض، و100 غرام ديال الشوكولاته السوداء. الوغ الحليب مع السكر مع صفار ديال البيض هما المكونات ديال الكريمه الانجليزيه. من بعد ما كنحضروها ملي كنضيفوا ليها الشوكولاته السوداء كتولي عندنا واحد لاغاناش لي كريموس وكتجي لذيذه بزاف. اول حاجه غادي نديرو الحليب في كاسرونه وغادي نديروه يغلى. من بعد غادي ناخذ واحد الاناء غادي نديرو فيه صفار ديال البيض والسكر سنيده، وغادي نضربوهم غير بالطراب اليدوي حتى كيبيضوا شويه. هنا الحليب غلى، فغادي نخوي النص ديالو على الخليط ديال البيض والسكر، وانا كنحرك في نفس الوقت. ومن بعد غادي نعاود نخوي الخليط على النص ديال الحليب اللي بقى ليا في الكاسرونه، وغادي نديرو على عافيه مهيله، وغادي نبداو نحركو بلا سباتول ما نتوقفوش نهائيا حتى كنشوفو بلي الخليط بدا كينابي لينا لا سباتول. اللي غادي يستعمل ميزان الحراره، فالحراره خصها توصل 83 درجه. انا ما بغيتش نستعملو باش تعرفوا بلي يمكن لينا نصاوبو الكريمه الانجليزيه بلا ميزان الحراره، ولكن عافاكم خاصكم تردوا البال مزيان لانها دغيا كتخسر. الوغ حنا كنحركو وحنا كنردوا البال ملي كنشوفو بلي لا كريم بدات كتنابي لينا لا كويير، فكندوزو صبعنا بحال ما هكاك الى ما تلاقاتش لينا لا كريم الوسط، هذا كيعني انها موجوده. هنا كنحيدوها مباشره من على النار. بالنسبه للشوكولات فكيكون سبق ليا ذوبته من قبل، ودابا غادي نخوي عليه الكريمه ديالي من بعد ما حيدتها من على النار وكنصفيوها بطبيعه الحال. هنا كنحركوهم مزيان بلا سباتول حتى كيندمجوا مع بعضياتهم وكتولي عندنا غاناش لامعه. بالنسبه ليا فهاد لاغاناش كنحضرها من بعد ما كنكون وجدت الكريمه الاولى ديال الزبده وخليتها تبرد، فعلى ما تبرد كنوجد لاغاناش. صافي، هنايا لاغاناش ديالي موجوده، غادي نغطيها ونحتفظ بها في الثلاجه حتى الوقت ديال المونتاج. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم،
الى عجبتكم لا فيديو كما ديما ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتبارطاجيوها مع اصدقائكم واحبابكم، ونتلاقاو في الجزء الثاني ان شاء الله. سلامه.